انا بشتغل بدبي، كنت جاي من شغلي، انا بخلص شغلي الساعه 6، فلما ظهرت من دبي اول ما اخذت الاستراد الانطلياس لقيت دخنه طالعه من صوب البور. انا ويعني بس لما وصلت لقدام شوي لقدام الاطفائيه صرت اقول بنزل من تحت ولا بطلع من فوق، انزل من تحت ولا بطلع من فوق. فبس لما قربت شوي لقيت في ناس بحدود 10 اشخاص واقفين على الحيط متاع البور وعم بيصوروا لتحت صوب الكونتينر اللي كان محطوط فيه هول الالومنيوم. فقلت لا بنزل من تحت. نزلت من تحت وصلت لحد شارع الحلو، كان بعد لي تقريبا شيء بحدود 50 متر لأوصل على باب البور. لما وصلت لهونيك لقيت العالم عم تتركض لجهة برا، هربانة من جهة البور لجهة برا، شيء على الموتسيك وشي ركض وشي بالسيارات وهذا. هلا طبيعة الحال أنا ما عادش أقدر كمل لأنه صارت العالم كله عم تظهر وأنا بنص الطريق، وصرت سيارتي دغري بوزة مقابل مدخل البور. فحدا صرخ علينا من هونيك انه نزلوا من السيارات، نزلوا من السيارات. يمكن مين اللي صار يقلكم يظهروا من السيارات؟ الـ 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 الجيش اللي كان واقف هونيك. فبس لما نزلت من السيارة يعني ما في ثواني وطلع هذا الانفجار الكبير. انا هون انا ما عادش حسيت على حالي انه طرت، انا على ضغط الضربة. لما وعيت كنت مع الصليب الأحمر، لما وعيت كنت على أول الأطفائية اللي من جهة فوق من جهة خندق الغميق. لما وعيت كنت هنيك إنه مطلعيننا من تحت لفوق. وعيت وعيت عم بيسألوني إنه أنت من بتشتغل بالبور، قلت لهم أنا لا أنا بشتغل بدبي وجاي وسائق بتوصلت لهنيك وصار الحادث معي. المشهد ما بيروح من بالي، يعني شو ما حكى وشو ما وصف الواحد غير اللي صار معه بوقتها. يعني هن هول الدقيقتين اللي بيقولوا، يعني هول الدقيقتين يا الواحد بيفقد حياته فيها يا اما الواحد بعيش فيها. يعني اللي صار ما بينوصف وما بينحكى، شيء بخوف، بخوف جدا. منظر بشع، منظر بخوف، منظر شو ما انحكى فوق الخيال. وصفت له انه على باب البور، قال لي ولا ممكن يكون في سيارات بعد وقفت تحت لانه كل هالمنطقه مدمره. قلت له طيب بس بالنهايه انه انا بدي انزل. قال لي ما السيارات ما بتوصل لتحت. هلا انا افتكرته عم بيحكي انه هيك، انه لحتى وضع انه يمكن ما بيسمح كان ينزل لتحت. قلت له بس انه انا اصريت انه بدي انزل. عندهم الموتسيكات الاتيفي حطني عليها وقال وصلوا انه قدر ما بتقدر لقدام. وصلت انا من حين ما كنت لفوق شفت المنظر من فوق الدمار، انا قلت لا حنزل ما لحلق السياره، يعني رح انزل انه اذا هون الدمار واصل هيك. هلا كل اللي عم بحكيه انا هيك خيال، شايف بعدني مضغوط وبعدني انه من وهجه ضربه الصدمه كانت طاغيه على النظر. فنزلت لمحت سيارتي قلت له هيدي سيارتي، وقفني هون. وقفت في سيارتين قدامي، كانوا سياره الكيا وسياره ثانيه فايت فيها زينجو الكابون على مرأة قاصصه بالنص من فوق ومن تحت، ومن فوق لتحت يعني الأشلاء وناس بالطرقات مرميه، ناس بالطرقات يعني الأشلاء بالطرقات والدم يعني مجزرة، في مجزرة بال 500 متر اللي وصلت فيهم على السيارة. عم دور السيارة دارت، سمعت فيها صوت تنفيسي للسيارة، قلت أنا مش رح أمشي فيها كتير وصفيت على جنب أول جسر انتهى خندق الغميق. هونيك وصلت بدق تليفوني
صديقنا خيي بس عم يحكي منه، قال لي انت وين؟ قلت له انا على خلدي واقف، انا مفكر حالي انه على خلدي من وهج الهدى. قال لي اوكي قادر تسوق؟ قلت له لا انا ما قادر سوق، واقف على جنب، ظهرت من السياره وقعدت على الارض ما قادر سوق. قال لي طيب ما تسوق جين لعندك. فالتليفون عم بيدق وهذا، ففي جروب نحن شباب بنحكي على بعض مع بعض، فبعثت لهم فويس قلت لهم انه انا صار انفجار وانا هونيك بالمنطقه، ورجعت بعثت فويس لبارع قلت له انه صار في انفجار وانا بعد هونيك بالمنطقه، وهون كمان ما عادش حسيت على حالي. رجع دق لي بعد شوي قال لي ما نحن على خلدي، انت مش على خلدي، فيك تبعت لي لوكيشن انه انت وين؟ قلت له بحاول ابعت لك. فقمت بعثت له لوكيشن، وفجأة يعني بعد شي 10 دقايق مش عارف الظبط الوقت بالظبط لأنه ضايع، أنا لقي شباب بعرفهم إنه هيك عم بيمرقوا، إنه شب صاحبي قلط، شفت خالتي قلطت، شفت رفيقي قلط، بس أنا مش عارف إنه إذا هذا الشي مزبوط ولا مش مزبوط. من بعد القصة تقريبا شي صارت شي 10:30 11 إلا بالليل صحصحت شوي قالوا لي انه انت عند لبيب ابو ظاهر بصعيدة. انا ما كنت متامل انه انا اظهر من هنيك. طيب ومحل ما وقفت السياره كان المبنى المقابل حجر، بنايه حجر، والمبنى اللي على يساري حجر. انا هذا هو اللي نجاني من الموضوع الحمد لله، بس كان في سيارات وراي وسيارات قدامي طاروا يعني طايرين على الميل التاني. من وراء الفساد اللي بلبنان، لانه كلن إلن يدي بهذا الموضوع، ومش رايحه الا على الناس وعلى هالشعب المعطر. نحن كلبنانيين بدنا نعيش بلبنان، نحن ما بدنا نسافر. انا كنت مسافر ورجعت على لبنان، انا صرني 4 سنين راجع على لبنان، بس تغربنا وتشمشطنا وظهرنا وتركنا اولادنا واهالينا واصحابنا لحتى نظهر نامن مستقبلنا ونرجع على لبنان نستقر. بس وين الاستقرار بلبنان؟ الواحد بكون ماشي بأمان، الله بتلاقي يا مات يا طلع فيه انفجار. طيب نحن كيف بدنا نعيش ببلد ما فيه استقرار، ما فيه أمن، ما فيه أمان؟ أنا من وقت الحادثة لهلا أنا كل يوم عم ببكي، كل يوم كل ما أتذكر المشهد ببكي، بلاقي أولادي قدامي، بلاقي مستقبلهم، بلاقي أهلي، بلاقي مرتي، بلاقي كل أصحابي، كل أحبابي، بلحظة كنت فقدتهم كلهم وكانوا هن فقدوني. هلا عم برجع افكر انه انا خلص، انه انا شو بدي اقعد بعد اعمل هون؟ فكره الهجره انا وعائلتي وارده، عم بدرسها يعني، وارده جدا يعني. فبلاقي امي يعني نزل دمعتها بس ما بدها تقول انه بيي بالانفجار وهيك. لما فاتت هي على المطبخ جبت التليفون اللي إلها فتحته وسمعت الفويسات اللي إلها، كمان أنا ما حكيت، بس هيك جيت حكيت على جنب قلت لها إنه إذا بابا ما له شيء قلي لنا أمي إنه أنا ابن كبير يعني بدي أعرف إذا ما له شيء. زوجي ما كان عم برد ولا طالع أونلاين، يعني إحنا إنه دائما هو إنه بيحكينا واتساب وهيك، وأنا ولادي يعني خاصة ليا بس تعرف إنه صار في أي حدث ب يعني أمنة أو ثورة أو مظاهرة أو شيء بتتوتر كتير. بس هالمرة كان توترها كتير زايد. حكيت مع بابا كذبت عليه قلت له إنه أحكيته هي هو على الطريق وماشي الحال، يعني إنه هي جاي على الطريق وبابا ما ماله شيء وهيك. طارت فبلاقي عم اسماعيل عم يحكي معي عم بقول لي انه صار بيعك معنا وطمن ما بأثر. قلت الحمد لله. شو بدنا نقول؟ اصلا نحن اعصابنا تالفه يعني بهالايام، كل الوضع اللي عم يمرق علينا اصلا يعني يوم عن يوم عم يصعب اكثر، يعني الحمد لله. نحن من 17 تشرين كنا تحت بالشارع عم نطالب وعم نجرب نعمل شيء، بس هذا البلد ما له غير الله. يعني
ما فيناش نعمل شيء. عندك بعد امل بهذا البلد انت كهلا؟ صراحه لا، صراحه لا. طور لغتي يعني واعمل امتحان بالسفاره، واذا تسيسرت السنه الجايه هجره.